دايما بالحاله المرضيه. طبعا شفنا حالتين النهارده والاثنين طبقنا عليهم المدرسه التحليليه. ده شاب في الجامعه سنه 29 سنه بيشتغل محاسب وبيكتب اشعار، راجل رومانتيك. يوم رجع من شغله بدري عن موعده ونفسه مسدوده عن الاكل ودخل اوضته ينام، ولما استيقظ كان فاقد للبصر. زي الأولانية فاطمة كان عندها ايه؟ رجليها مش قادرة تمشي، فده أصيب بالعمى. عرضوه على أطباء عيون قالوا عينيه سليمة، ونصحوا بعرضه على أخصائي طب مخ وإيه؟ وأعصاب. عمل له أشعات ورسم على المخ قال سليم. طلب من أهله عرضه على طبيب إيه؟ نفسي. الأهل خافوا إنه يتوصف بإنه مجنون وهو ابنهم الوحيد، وقالوا ده فقد البصر اللي جاله ده قضاء وقدر، وإنها عينه صابته، وراح للرقية الشرعية وما يصاحبها من معالجات شعبية. ولكن إيه؟ دون جدوى فقد وظيفته، قعد في البيت عاطل، سحبته النفسيه ساءت من الفراغ العملي وبقى عصبي جدا يصور لادفع الاسباب، بقى مش عارف ينام وما بياكلش. طبعا اصابته حاله من الايه؟ الهزال الشديد. اضطروا لعرضه على طبيب باطني. الطبيب الباطني اداله فيتامينات ومكملات غذائيه ونصح برضه بعرضه على ايه؟ شايفين الاهل؟ شايفين غباوه المصريين والاصرار على انه لا ده عينه وصابته وهنعمل له رقيه شرعيه وهنعمل وفي الاخر ما بيخفش، لان المشكله مشكله نفسيه ولازم يروح لدكتور نفسي. طبعا اضطروا بقى هنا الواد هيموت، ما بياكلش وما بينامش، الدكتور الباطني كل اللي قدر يعمله اداله فيتامينات، فراحوا بيه لدكتور نفسي. الدكتور النفسي عمل ايه؟ هو ده موضوع المدرسة الايه؟